انضم الينا من رام الله دكتور صبري صيدم نائب امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح. مرحبا بك دكتور معنا على شاشه العربيه. بالتاكيد الجميع تابع الكثير من التفاصيل المتعلقه بهذه المبادره المصريه والتي بها عدة أطراف يمكن البحث عن موقفها. لنبدأ بما قاله نتنياهو منذ قليل أنه لن يقبل بوجود حماس في القطاع. هل هذا يعني، طبعا هذا هو السقف العالي للتفاوض في البداية، ولكن هل هذا هو هدف نهائي لن تقبل إسرائيل بغيره؟ لأنه وفقا للمبادرة المصرية ستكون هناك حكومة انتقالية في هذه الفترة. مساء الخير، كل التحية لك ولطاقم العربي، وتحية لأهلنا وشعبنا الصامد. نتنياهو كما تفضلت يريد أن يبحث عن شعب على مقاسه، ويريد أن يفصل الشعب الفلسطيني من الصحة تعبير على مزاجه، وهو يتحدث عن غياب لحركة حماس. وإحنا قلنا في عدة مناسبات بأن القضاء على حركة حماس أمر مستحيل. ربما هو يسعى لتقويض قوته العسكرية، ولكن كل الفصائل والأحزاب حتى حول العالم، وهي ليست بدعة فلسطينية، تقام على أرضية الأفكار والعقائد، وبالتالي فكرة حركة حماس ومنهجها سيبقى قائما بغض النظر عن العملية العسكرية. ثم أن نتنياهو يجزم بأنه قد حسم أمره عسكريا على الأرض، وهذا لم ينتهي بعد، وبالتالي من المبكر له أصلا أن يتشدق بهذا الكلام، لكنه يريد أن يرفع من معنويات جنوده، خاصة وأن المعركة قد استطالت ولم تنتهي في الفترة الزمنية التي ربما سبق وأن حددها هو وجنرالاته. طيب ماذا عن موقف حركة حماس؟ هذا محل أو مثار جدل كبير. هناك بعض المصادر التي تقول أن الجهات السياسية في حركة حماس توافق على المقترح وتريد مناقشته بشكل واضح وجدي، وهناك من يقول أن السنوار يرفض هذا المقترح بشكل كبير، وأنه ستبقى عقبة كبيرة تواجه المستقبل الخاص بالسنوار والقادة العسكريين لحماس في القطاع. يعني كما تعرفون أنا لست ناطقا باسم حركة حماس، ولكن أتابع مثلكم تفاصيل وتطورات الأمور المرتبطة بهذه المبادرة. نعم كما تفضلت استمعنا لعدة آراء تخص هذه المبادرة، ولكن نحن في حركة فتح نقدر الجهود المصرية، ونقول بأننا نريد أي مبادرة تفضي لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا، ونريد أن نرى حلا سياسيا شاملا، لأننا لا نريد لأن نعود لذات المربع في الدمار والتدمير وهذه المحرقة التي تفرض تباعا على أبناء شعبنا، وأيضا على أرضية قرارات الارتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وينضوي تحت كامل الفصائل الفلسطينية. وأنا أستطيع أن أقول الآن عبر شاشة العربية بأن جمهورية مصر العربية التي نقدر دورها ونحترمه بصورة كبيرة قد اختارت الآن أن تعدل هذه المبادرة، وبالتالي نحن بانتظار استلام النسخة المعدلة. أنت تقصد أنه حذف البند الثالث من المبادرة المصرية؟ نعم هذا صحيح، المرتبط بتشكيل الحكومة، ونحن سنتابع مع الأشقاء المصريين هذه التفاصيل، وسنتابع مع كل الأطراف وصولا لوقف إطلاق النار باعتباره أولوية أولى. هل معنى ذلك أنه فكرة الوصول إلى حكومة انتقالية تكنوقراط كما كان يقول المقترح المصري في البداية هو أمر غير واقعي، بمعنى أن حماس لن تقبله، أم أن السلطة الفلسطينية هي من لم تقبله، خاصة أن هناك وفد من السلطة الفلسطينية تشير مصادر العربية أنه ناقش الجانب المصري في هذا المقترح، وأنه أبدى تفهما مبدئيا لمسألة حكومة انتقالية تحكم غزة والضفة الغربية معا؟ على الإطلاق الأمور ليست محسومة. نعم كما تفضلت وفد فلسطيني سيذهب للقاء الأشقاء المصريين لمتابعة تفاصيل هذه المبادرة. ما نتحدث عنه هو انضواء الفصائل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي عكس روح وفاقية قائمة على توظيف هذه المرحلة لتوحيد الرؤى الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني. وعليه الأمور ليست محسومة، وإن كنا نقول بصراحة بأننا نفضل حكومة قائمة على وفاق وطني يهدف إلى توحيد الرؤى الفلسطينية، وكما قلت الاندواء تحت راية منظمة التحرير. ما الذي تعنيه بفكرة وفاق وطني؟ بمعنى أن تشارك حماس في هذه الحكومة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية؟
نعم، ربما يكون هذا هو الحال، ولكن لا أريد أن أستبق الأمور. الأمور ستنضج أكثر خلال الفترة القادمة. الأولوية الأولى كما قلت وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الأهم وقف مشروع التهجير، لأن في التهجير قضاء على الهوية الفلسطينية، وبالتالي سيشعر نتنياهو بأنه قد نجح في معركة إفناء الوجود الفلسطيني وانتهاء جدوى قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي لا يعود هناك أي مسوغ سياسي ولا قانوني لإقامة أي حكومة في قطاع غزة. لذلك مهمتنا حقيقة تكمن في تخريب هذا المسعى الإسرائيلي الهادف للإجهاز على الهوية الفلسطينية التي تمثل الحمساوي والفتحاوي والجبهاوي وكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بالإضافة طيب، ما للمستقل قالته مصادر الإسرائيلي. العربية أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت بنود رئيسية في هذه المبادرة، وهي فكرة أنه قد يكون كحل وسط التفكير في فكرة حكومة انتقالية تكنوقراط لا تأخذ هذا الطابع الخاص بالمحاصصة أو الشكل يعني الحزبي أو السياسي. بصراحة الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة، وأقولها عبر شاشتكم العزيزة، بتوحيد رؤاها وبالتعبير بشكل قطعي عن موقفها. نحن نسمع آراء متخبطة ونسمع مواقف حقيقة غير متوازنة من الإدارة الأمريكية، تتحدث عن وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية، تتحدث عن حكومة مستقبلية، عن إعادة إعمار، عن رفض التهجير وخلافه، بينما يأتي ساسة آخرون من صلب الإدارة الأمريكية يتحدثوا على موجة أخرى تقول أنها تتفهم بأن السلطة غير قادرة حاليا. ونعود للأسطوانة المشروخة التي استمعنا إليها خلال فترة الرئيس المرحوم الشهيد أبو عمار، بأنه القيادة الفلسطينية عاجزة وأنه يجب أن نأتي بقيادة جديدة وخلافه، وكأنه الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي يرضى لنفسه بأن تأتي قيادة لتحكم بالباراشوت، والذي يقبل بحالة العجز التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها في كل مرة نأتي إلى محنة سياسية من هذا النوع. طيب، بصراحة شديدة، هل يمكن أن تعطيني جملة مفيدة حول موقف السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية من مسألة حكومة تحكم غزة والضفة معا، أم أنها تدخلت في هذه المبادرة لأن هذا الجزء لم يعجبها؟ أولا آمل أن يكون كل لقائنا مفيد وليس فقط هذه الجملة التي أقولها. لا، إحنا أنا نريد، أقصد جملة مفيدة عن السؤال، بالتأكيد اللقاء دكتور صبري مفيد في كل جوانبه، ولكن أريد أن أفهم جملة مفيدة في هذه النقطة تحديدا. نحن نقول بأننا اتفقنا في العلمين وقبلها في الجزائر مع الإخوة في حركة حماس ومع الإخوة أيضا في كل فصائل العمل الوطني، أن تقوم هناك علاقة توافقية فلسطينية على ركائز ثلاث تحدثت عنها حركة حماس من خلال الرؤية التي عكسها رئيس المكتب السياسي. ولكن نحن نريد طحينا ولا نريد أن نسمع قرقع، نريد خطوات فعلية على الأرض، نريد تقارب فلسطيني فلسطيني، نريد أن نوظف هذا المشهد لتحقيق حلم شعبنا في الوحدة الوطنية وبلسمة جراحه، وبالتالي ليس لدينا مانع من مناقشة كل التفاصيل على طاولة ما اتفقنا عليه وعلى أرضية ما اتفقنا عليه وعلى طاولة الوفاق الفلسطيني المطلوب. آمل أن أكون قد وفقت في توفير الجملة المفيدة التي تبحث عنها، وأنا جاهز للإجابة على أي أسئلة يضرب. أنا أحاول أن أجد هذه الجملة المفيدة، لكن بالتأكيد دكتور صبري هذا لقاء مفيد، ويعني حضرتك محل تقدير، لديك تاريخ نضالي عظيم للوالد رحمة الله عليه والوالدة أيضا الله في حركة. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذا اللقاء على شاشة العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.